رغم قوته البالغة 365 حصاناً، إلا أن محرك إيكوبوست في تورس شو 2013 الجديدة يتمتع بمدى قيادة يصل إلى 550 كيلومتر، لتصبح القيادة في الشرق الأوسط رحلة طويلة وممتعة وأخرى سريعة ومثيرة. قوة محرك الـ V8 مع الاستهلاك الاقتصادي لمحرك الـ V6 مثال آخر يؤكد أن تورس 2013 الجديدة تفكيرها كبير في الشرق الأوسط.